السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات توجور مع اخبار شبيبة قبائل. وردنا الان انه عمراني طلب من الاداره بفسخ عقد وسيم معلى والاداره وافقت وانتهاء مهام وسيم معلى. لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق، دوك نعطيكم التفاصيل. او هنا البيان عبر الصفحه الرسميه لشبيبه يطالب فيه، هنا قال لك عمراني المدرب عمراني لم يرغب في الحفاظ على وسيم معلى مساعد المدرب ضمن الجهاز الفني. هنا امامكم، وهنا بينوا في البيان هذا تاع الصفحه الرسميه بلي عمراني هو اللي اخبر الاداره والاداره اخبرت مساعد وسيم معلى بانه نهايه ما الكونترا تاعو انتهت وحط موافق، قال لك حط موافق لوسيم معلى. هي في شكلها في الاول انه عمراني طالب مع الاول، خلاص اخي ما تفهموش، فقط وقلنا دي فيديو انه حاب يجيب المساعد المساعدين تاعو اللي كانوا معاه في ستاف تكنيك سواء في الامسيو او اللي يخدموا معاه توجور، وقلنا باللي حاجه مليحه ورانا مع عمراني في الطالب تاعو هذا باش يجي في ستاف تكنيك، حاجه لاستقرار، ربما متفاهمين مدربين كيودو متفاهمين، حاجه مليحه للفريق وميم طون ايفيتي المشاكل، يعني بالمعنى انه راهو معنى هذا غير مرغوب فيه من الاول بعد، وحاجه مليحه كيف رات الان قبل الماتش تاع الشامبيونات تاع مولوديه البيض، وامور بزاف حاجه كي تعود فيها القيل والقال والمشاكل هذه بين سيتو بين المدربين بين المدرب الرئيسي والمساعد تاعو، هذه امر دي تخلص كالام يابل. ربما عمراني في الاول بعد ماهوش راغب هذا معلى ويجيب ستاف تكنيك تاعو، وبطبيعه الحال احنا ننتظروا للمقابلات الجايه والوقت هو اللي راه يحكم في هذه القضيه ان كان عمراني عنده حق في القضيه هذه ام لا. لايك على الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق، واش رايكم فيما قام به عمراني؟ حاجه مليحه للشبيبه والله كون انتظروا شويه مادام بدا الاستقرار يظهر. لكم الحكم مع فيديو جديد واخبار جديده. سلام خاوتي.